السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة. والليلة احنا هنكون ضيوف على مركز السودان لسكري الأطفال. سكري الأطفال ده موضوعنا الليلة، وهنتعرف إن شاء الله على أقسام المركز المختلفة والخدمات اللي بتتقدم في المركز، وهنتعرف الليلة على كل أعراض سكري الأطفال والمضاعفات وكيف احنا نعالج الأطفال المصابين بالسكري. مرحبا بكل اللي انضموا لمتابعة برنامج العيادة، واحنا وصلنا لفقرة مهمة جدا، واحنا ضيوف الليلة على مركز السودان لسكر الأطفال، ووصلنا لفقرة التثقيف الصحي. في كثير من المستشفيات في عيادة مهمة جدا للتثقيف الصحي، وفي ناس بتهمل الدخول للتثقيف الصحي وللمثقف الصحي عشان نتعلم حاجات كثيرة. ونحن الليلة كمان ضيوف على ميساء، أستاذة ميساء السير محجوب، وهي تكلمنا عن دور التثقيف الصحي وما هو دور التثقيف الصحي بالنسبة لمريض السكري. تفضلي دكتورة ميساء. شكرا جزيلا. في البداية التثقيف الصحي لمريض السكر يعتبر توفير المعلومات الأساسية عن المرض، بالإضافة لأنه يعتبر بداية للعلاج والوقاية من المضاعفات الحادة والمزمنة. نعم. طيب. مهمة جدا، يعني في ناس كتير زي ما قلت لك بتاخد بس بتعمل التشخيص وبتاخد العلاج وبتمشي البيت، وبتدخل كتير في المضاعفات زي ما انت قلت، لانه بيكونوا ما وصلوا للمثقف الصحي عشان يعرفوا معلومات مهمة. توريني كده أمثلة لمعلومات مهمة نثقفها بكل اللي بيسمعونا الليلة اللي عندهم سكري. أهم حاجة من أهداف التثقيف الصحي إنه بنوفر المعلومات المفيدة والحديثة عن المرض، بالإضافة للالتزام بالعلاج وكيفية أخذه، وأيضا الوقاية من المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا زي الانخفاض أو الارتفاع في سكر الدم. نعم. طبعا في التثقيف الصحي بنستعمل مختلف التقنيات أو الوسائل لتوصيل المعلومة، منها صور أو بوسترز كده. نعم. بالإضافة لأنه التثقيف الصحي كل ما إحنا قعدنا مع العيان ودينا إرشادات بيزيد من مستوى الإدراك الذاتي بالمسؤولية، لأنه يطعن الأنسولين أو يحقنه، بالإضافة لأنه الفحص الذاتي في المنزل ده كله من كله بتعلمه له. أيوة. إنه يتعلم نفسه كيف ويحفظ الأنسولين. أيوة. ويتابع الفحص كيف في البيت. ده هنا دورنا بتاع المثقف السكري، في إنه بدي هو دور إرشادي وتعليمي عن مرض السكر النوع الأول، بالإضافة لأنه في أنواع الأنسولين، طريقة حفظه، طريقة حقنه، وبنقلل بعد ذلك برضو من المشاكل ممكن تحصل، يعني التقيب عن المدرسة بسبب أنه حصل ارتفاع أو انخفاض السكر. طيب احنا دايما أمثلة سريع كده لحكاية التثقيف الصحي فيما يخص حفظ الأنسولين. اتفضل يا يعني من الإرشادات المهمة إنه ما يتخطى في الفريزر، لأنه درجة التجمد بتأثر عليه. الحاجة الثانية ما يتنسي برا في السخانة في كده. الحاجة الثالثة ونحن أكثر حاجة بنلاقيها من العيان إنه بيرج الأنسولين، فهو بيتفرق. المفروض ما يرجوا كده. أيوة. بيتفرق. نعم. بين اليدين. أيوة. نعم. طيب ثاني طرق. يتم فرقه بين اليدين. أيوة. بطريقة بطيئة. أيوة. نعم. ثاني بنوريهم طريقة حفظه، إذا مثلاً ما في ثلاجات كده ممكن في تحت الزير أو في الجلل. في الجلل الفخارية. ممكن في الجلل تحفظه كويس. فيكم في تيار بتاعه طبعاً. نعم. بالنسبة للحجم في إرشادات مهمة لطريقة الحجم. طبعاً أهم حاجة في مما يجي الطفل يأخذ الجرعة بتاعته، أهم حاجة يغسل اليدين، بعدين يشيل الأنسولين، ما حيفجه حيفرقه بين يديه. نعم. بالإضافة لأنه الجرعة اللي هو حيأخذها أنسولين يسحبها في الأول هواء. نعم. عشان تساوي لنا الجرعة اللي حيأخذها. بعد ذلك في المناطق تحت الحقنة المعروفة في اليدين أو الأرجل أو حوالين السرة، نحن ده كله نحن بنوري للعيان عشان نتفادى به والمشاكل ممكن. نعم. بتعلم العيان ذات نفسه ما الأم، صح؟ يعني الطفل لو مدرك وكده وكبير بتعلم طبعا. أيوة. هو ذات نفسه، لكن نحن يعني في الجلسة تحت التعليم بتاعتنا لازم يكون الطفل والأم، عشان لو في معلومة ضاعت من الطفل الأم تعرفها. نعم. لكن طبعا نحن أهم حاجة لنا إنه الطفل يكون معتمد على نفسه في كل إجراءات البيان. نعم. طيب بالنسبة للمدرسة، وإنه في المدرسة لو حصلت له أعراض بتاع انخفاض أو كده برضو بتوروها لهم، وإنه يتصرف كيف أو كده في المدارس. أيوة طبعا. حتى بنديهم ورق إرشادي وبنوري المعلمين وحتى زملائه في الفصل، عشان إذا أثناء الحصة أو كده حس بأي أعراض من أعراض الهبوط أو الارتفاع الزملاء المعاوية يلحقوه. نعم. وممكن الطفل من عمر كم يتعلم انه يحقن لنفسه، يعني في
في التثقيف الصحي هنا بالطالب الام بحضور الطفل طبعا وبتعلموه يعني حكايه هنا حتى القياس بالنسبه للاجهزه في البيت يعني. أيوة. من عمر 6 سنوات وممكن بعد يكون يعني مسؤول من الحقن ومن المتابعه يعني. أيوة. دي وصايا مهمه جدا من ميساء سير محجوب في قسم التثقيف الصحي، ويا ريت كل الامهات يزوروا قسم التثقيف الصحي في المستشفيات السكري وبالذات في مركز السوداني لسكري الاطفال عشان يتعلموا الاطفال ويتعلم الامهات كيف زي ما قالت ميساء الطعن وحفظ الأنسولين وعشان نتفادى كثير من المشاكل. شكرا لك يا ميساء، وخليكم معنا في فقرة جديدة نتعلم الكثير في مركز السودان لسكري الأطفال. مرحبا بكل اللي انضموا لمتابعة برنامج العيادة، وإحنا وصلنا لفقرة مهمة جدا من فقرة التغذية العلاجية، وهي من أهم الفقرات المكملة لعلاج الطفل المصاب بالسكري. زي ما ذكرت نحن ضيوب على مركز السودان لسكري الأطفال، وسعيدة جدا أن تكون معي أخصائية التغذية العلاجية أستاذة هاجر إبراهيم. سعيدة بيكي، وأنت دورك مهم جدا جدا، ويعني بفتكر أنه جزء مهم جدا في علاج الأطفال التغذية العلاجية. نتكلم عن التغذية العلاجية لمريض السكري خصوصا لو كان طفل كمان. حقيقي بنرحب بكم في مركز السودان لسكري الأطفال، وهم يعني إرشادات إحنا حنتطرق لأهم إرشادات ممكن نديها في الفقرة دي لأمهاتنا عشان يقدروا يستفيدوا منها، اللي هي ما هو الغذاء المتوازن أو الغذاء المتوازن بالنسبة لنا هو اللي بيحتوي على جميع العناصر المعدنية من ناحية بتاعت نشويات وبروتينات ومدينة الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية. هي دي لازم نغطي لنا الصورة المكتملة للغذاء المتوازن، فدي اهم معلومه نحن دايرين نوصلها لامهاتنا من خلال برنامجكم ان شاء الله، انه الطفل يكون عنده غذاء متوازن. أيوة. طيب الام بتجي وهي ما عارفه انه تدي وجبات كيف، كم وجبه، المحتوى بتاع الوجبه ذاته شنو، ده يفتكر جزء مهم من تثقيفكم للام يعني. اكيد واحده من اهم اساسياتنا نحن في مكتب التغذيه العلاجيه هي تثقيف المرضى او تغيير السلوك الغذائي بالنسبه للاسره، ده مهم جدا بالنسبه لنا. نعم. اللي هي كم عدد الوجبات، 3 وجبات الرئيسيه زائد الوجبات الخفيفه في النص عشان ما نمنع هبوط السكر. عاده بالاضافه لانه عاده الاكل الصالح بالنسبه للطفل السكري هو الاكل الموجود، ان احنا ما محتاجين لمنتجات خاصه وما محتاجين ان احنا نمشي للاغذيه المصنعه عشان ما يعتمد على مريض السكري. نعم. لا، الغذاء الطبيعي الموجود في اي بيت سوداني ممكن يكون صالح لمريض السكري مع حبه تعديل او التغيير في السلوك بتاع الاسره نفسها في كيفيه تناول كده مثلا زي وصفه بتاع تغذيه لفطور غدا عشاء والسناك اللي بيكون بينها. حقيقه حتى نحن هنا بالنسبة لنا في مركز السودان لسكر الأطفال لازم تكون التصنيف الغذائي على حسب الأسرة. أيوة. وعلى حسب مهمة شديد، لأنه على حسب الحالة المادية الحاجات المتوفرة في البيت. نحن نعلم أنه هسه البيوت السودانية في أغذية ما متوفرة أغذية متوفرة، ده على حسب الأسرة، فهي وصفاتنا بتكون للمريض نفسه لأسرته على حسب حوجته. أيوة. دي مهمة شديد جدا، ونحن عادة مقسمين الأطفال للأعمار أو حسب المراحل السنية بتاعته. نعم. أول حاجة إذا قلنا صغار الأطفال ما في حرمان خالص، لأنه بهمنا النمو في المرحلة الأولى، لازم النمو بتاعه يكون طبيعي. إذا أنا عندي طفل عنده سكري وطفل ما عنده سكري لازم النمو بتاعه يكون واحد بنفس الدرجة بالصغير، عشان كده نحن بندي أولوية للنمو حقنا في البداية. نعم. عشان كده لازم يتناول كل العناصر المكملة بما فيها النشويات والبروتينات، وعدم حرمان الطفل نهائيا. وحتى ممكن نخطها معنا في السفرة العادية، يعني نحن ما بنفرز مريض السكري ونقول خلاص عشان أنا ضد طفلي عنده سكري أنا لازم أعمل له وجبة مخصصة، لا، احنا بنقول الغذاء الصالح ممكن يكون في نفس الصينية ويأكل لنا نفس أكلنا العادي أكلنا المحلي، بس بحبة تعديلات معينة بإضافة محسنات معينة للغذاءات. يكون دي أهم رسالة أنا عايزة أوجهها لأم الطفل بالذات، لأنه دي حاجة ملازمة طول عمره، وعشان ما نخلق نوع من الجو بتاع الحرمان. أنا ليه مثلا براي ما أكل في الصينية، لأنه دي حاجة بتمتد لعمره كله. فهم حاجة
انه ان احنا كيف نقدر نحتوي الطفل في المراحل الاولى من اصابته بمرض السكري، لازم يكون موجود معانا بس نعلمه كيف تناول الغذاء بالنسبه لنا مناسب. اذا الحكايه دي مهمه جدا، يعني انا بنناشد كل الامهات انه يجوا يقعدوا مع اخصائيه التغذيه العلاجيه بالنسبه لطفلهم المصاب بمرض السكري عشان ما يحصل الحرمان ده، لانه كثير بفوتوهم وما بيجوا فبوقفوا لهم حاجات كثيره، الطفل بيسهج، الطفل بيضطر انه في النهايه ياكل كل حاجه. طيب هل في حاجات ممنوعة بتجيب منها خالص؟ بننبه الأمهات إنه ما في حرمان في المراحل الأولى، بل بقدر ما هو تغيير للسلوك. الليلة أنا زي حشرح لك بالضبط، إذا أنا عندي طفل عنده سكري وطفل ما عنده سكري، الاثنين في نفس المرحلة العمرية دي أنا لا يمكن أدي الطفل كمية كبيرة من الحلويات لأنه بتأثر على النمو حقه. لا يمكن أديه الأغذية المصنعة لأنها بتأثر على النمو حقه، فيبقى هي تغيير السلوك لأي طفل طبيعي. فيبقى كيف نحن نقدر نوازن بين كميات الحلويات الداخلة، حتى في الأعياد حتى في المناسبات نحن ما بنحرمهم، بالعكس بنقول له خليه ياكل لكن عدل الجرعة، ضيف الجرعة، أدي أنسولين زيادة بالنسبة للطفل، خليه يعيش حياته ويعيش اللحظة بكل تفاصيل الأعياد المناسبات كده. بتجي مرحلة الشباب اللي هي في المرحلة دي أن إحنا محتاجين ناخد خط وقفة. ليه؟ لأن هي مرحلة مهمة فيها الإضطرابات بتاعت الهرمونات، فيها الهرمونات بتلعب ضد الأنسولين. في المرحلة دي محتاجين لحبة وزن في الأكل. أيوه، وزن بيكون كبير وقادر أيوة كمان. قادر يعني إنه يتحكم على روحه. نعم. لازم بعد ذاك يبقى هي خط الوقفة تعديل بتاع سلوك. ولسه بنكرر إنه عدم حرمان. فنحن أكثر المشاكل اللي بتجينا هو الخلط ما بين النوع السكري النوع الأول والنوع الثاني. فأول من الطفل اكتشفوه عنده سكري ما تأكل كسرة، ما تأكل عصيدة، ما تشيل عيش، قشرة عيشة. فالطفل بيكون تحت ضغط الانسولين زايد الحركه الزايده، فبيضطر انه الجسم يبدا يفقد وزنه زايد الهبوط المتكرر زايد المضاعفات اللي بتجينا بيه. فنحن بنكون نكرر انه الانسولين بيبدا يشتغل على النشويات. ففي اي وجبه نحن خديناها بالنسبه لمريض السكري النشويات في الاساس الاول، نشويات زي كثره ممكن تكون عصيده ممكن تكون قراصتنا العاديه. فنحن قدر هنا في المكتب التغذية العلاجية بنحاول نوازن كم الكمية اللي بتكفي المريض اللي ما ترفع السكر. نعم. ده في سنين المراهقة. لأن أنا مضطرة إني أوزن السكر في المرحلة دي عشان يعيش حياته طبيعية، عشان النمو بتاعي يكون طبيعي. كله بالنسبة لنا أن إحنا بنعمل تقييم الحاجة اللي بتكفيك وما ترفع لنا السكر شنو. ده كلام مهم. دي هي اسمها عملية حساب السعرات الحرارية وبتتم في سنين المراهقة بالضبط. أقل من كده ما بنحاول نركز كثير لأنه بيهمنا النمو في المراحل الأولى بصورة أفيد. أو بركز دعوة لأمهاتنا في حالات المرض، من أكثر الأخطاء اللي بيعملوها لنا بيوقفوا الأنسولين زايد. أيوة الطفل صح. ما بيدوه سوائل كافية. فنحن بنقول السوائل حتى لو احتوت على السكر بيكون ما عندنا فيها مشكلة، ممكن تركز على الشوربة، الكستر، الحاجات الثانية دي. حتى ولو كان فيها قليلا من السكر عشان نمنع الجفاف. نعم. ودي مهمة، رسالة مهمة جدا أنا بحاول برسلها من خلالكم لأمهاتنا، يعني عشان الطفل ما يخش في مضاعفات أثناء المرض، إنه عدم ما يوقفوا لنا الأنسولين نهائيا، زايد إنه حتى ولو العصائر المحلية بقليل من السكر لازم يدونا. نعم. عشان نمنع الجفاف. مكتبكم في التغذية العلاجية في بوردات كثيرة وفي حاجات بطريقة ظريفة بتوصل المعلومة، وإحنا شايفة بوراي في كومش ومعالج وكده بتستفيدوا منها في شنو في حكاية التغذية العلاجية. حقيقي الكمش والمعالج هي دي نفس الموجودة، نحن دارين نحسس الأم إنها هي زي الموجودة في مطبخها. فهي لما تيجي تلقى الكمش والمعالج بقولها شفت الكمشة ديكي، دي نفس الموجودة في البيت، فهي دي المقدار الممكن نوصل به وفهم التغذية. نعم. يعني مثلا الحاجات اللي بتتغرف زي الفول زي الرز زي كده، فهي ما حاجة مفتوحة أنا الليلة ممكن أجيب كمية من الرز الطفل يأكله وأقول ما بترفع له السكر الزاد. نعم. بالذات قلنا الأعمار الكبيرة. نعم. فعندنا ليه حبة وزنة بكم من الكمشة عادل مثلا كم العيش الحاجات دي كلها بالنسبة لنا، العصيدة قدر شنو، الكيس
النسر ممكن مقدار يكون قدر شنو. نعم. دي هي الكميه اللي بتوازي الانسولين. نعم. ودي هي مهمه جدا بالنسبه لنا في انواع كثير من الانسولين. في ناس بتستخدمه ممكن دكتور عمر تكلم لقدام مضخات الانسولين في انواع لازم تتم فيها حسابات دقيقه عشان المضخه تقدر تشتغل. شكرا لك دكتور هاجر ابراهيم، استفدنا منك كثير في التغذيه العلاجيه بالنسبه لمريض السكر، وان شاء الله كل الامهات يكونوا استفادوا. كمان نتنقل كمان نحن لفقره مهمه في مركز السودان لسكر الاطفال. مرحبا بكل اللي انضموا لمتابعه برنامج العياده، ونحن في واحد من الاقسام مركز السودان لسكر الاطفال، وهو قسم مهم جدا. نحن في قسم الصحه النفسيه مع دكتوره رؤى عمر محمد الامين، ونحن سعيدين جدا بك دكتوره رؤى. وقسم قسم مهم جدا، والعامل النفسي للأسرة اللي عندها طفل مصاب بالسكري قد يكون كبير يعني، فإحنا دايما نشوف دوركم في الحتة دي بيتم كيف. زي ما هو معروف احنا في اي حته في المركز هنا زي ما بنهتم بصحته الجسديه، فلازم اول حاجه اهم حاجه نهتم بصحته النفسيه، لانه لو ما بقت صحته النفسيه سليمه وكده فبعد ذاك صحته الجسديه ذاتها ما حيكون كويس. فعندنا اهم حاجه انه هنا ضمن سلامته وصحته النفسيه من اول ما يشخص بسكري لحد، لانه هو في الاول بيكون ما متقبل المرض، بنقف معه ستيب باي ستيب لحد ما انه يبدا يتقبل في المرض، يبدا المرض بالنسبه له يعني يحاول يتاقلم معه وكده. فبعد ذاك بنكون شغالين معه ستيب باي ستيب من التغييم النفسي، ثاني بعد ذاك بنشوف التدخل الصحيح المفروض ندخله معه على حسب الحاله حقته، بنتدخل معه على حسب بعد ذاك التقنيات اللي احنا ممكن نستخدمها معه. فهنا بنستخدم معه كل التقنيات اللي هي كل التقنيات الحديثه يعني هنا. نعم. في العياده حقتنا. نعم. من انه العلاج باللعب، من انه العلاج من عن طريق الاسترخاء، العلاج عن طريق التامل، فكل طفل على حسب الحاله حقته. فبعد ذلك بنشوف الطريقه. التدريب ده بيتم بالنسبه للام والطفل في نفس الوقت ولا بتركز على الام اكثر ولا حتى بنشتغل الاثنين مع بعض؟ بنشتغل. نعم. مع الام وبنشتغل مع الطفل. فمرات الامهات في الاول بيكونوا محتاجين عندهم معلومات خاطئه، بنساعدهم من الاول انه مثال المعلومات الخاطئه اللي عند الامهات مثلا بيكون عندهم الخوف الشديد بالنسبه للطفل انه هو جاه سكري وكده، فبكونوا قلقانين عليه شديد، بيقوموا بدلعوه شديد، فالدلع زياده عن اللزوم ده بعد ذاك بيخرب عليهم هم ذات الامهات، بيبقى صعب انه يقدروا يعملوا كنترول على الطفل. فبقوموا بيجوا هنا بيقولوا النظام احنا بقينا ما قادرين نتعامل مع الطفل، فنتعامل معه كيف وكده. فهم من الاول بيكونوا عاملوه بطريقه غلط، نظام هو عنده سكر ولسه هو صغير وكده، فبدلعوه، فالدلع بيقوم بيأثر سلبيا عليه هو ذاته. نعم. فبعد ذاك بنوريها الطريقه الصحيحه انها كيف تتعامل مع الطفل، نعدل لها الاخطاء اللي هي بتعملها، انت ما مفروض تعمل كده، مفروض تعدلي بالطريقه دي، فبنوجهها للطريقه الصحيحه على اساس انها تعرف كيف تتعامل مع الطفل حقها. نعم. دكتور رؤى بالنسبه للعب يعني هو المفروض امه تخليه يلعب مع اصحابه عادي في المدرسه عادي ولا في وصايا مهمه انتم بتدوها للامهات؟ لا بنخليه هو يلعب عادي في المدرسه، حتى بنقول لها يمارس النشاطات حقته هي ذاتها عادي، في النهايه هو ما بنقصه منه من الاطفال الثانيين اي حاجه، غير انه بس بياخذ الحقنه حقه الانسولين، لكن اي حاجه هو اكتيفيتيز او نشاط هو بيمارسه المفروض يمارسه زيه زي الاطفال العاديين. فبالعكس هو الامهات بيكون دائما عندهم افكار خاطئه في الحياه زي دي، انه ما يتحرك كثير، يكون قاعد في حته واحده، ما تعمل حاجه، في السكر بتاعك لو زاد لو هبط، الخوف الكثير اللي عند الامهات ده. فاحنا بنحاول بنطمنها بنقول لها انه بالعكس يعني انت خليه هو يجرب حياته، في النهايه يعني اسمه شنو ما حتقدري انت تكوني مغطيه عليه تغطيه كامله، لكن في النهاية بيسلم منها يعني. نعم. دائما احنا بنشوف التسخيف الصحي وبنشوف الصحة النفسية والحاجات دي كلها دائما عندها علاقة بالأم، هل أنت بتطالب بوجود الأم والأب في نفس اللحظة ولا دائما بتركز على الأم لأن هي أكثر التصاقا بالطفل يعني؟ بنركز على الأم أكثر لأن هي أكثر التصاق بالطفل، لأنها هي بتكون قريبة له وهي بتقدر بتتابعه أكثر، فالأمهات. نعم. عموما هم اللي بيكونوا خوافين أكثر، لكن مرات برضه بنشتغل مع الأبهات بالذات لو كان الأب بالذات هو بدلع الطفل بيعاملوا معاملة خاصة كده، فبنقوم برضه بنشتغل مع الأب. لكن اغلبيتها طبعا بنشتغل مع الامهات اكثر حاجه. نعم. لما يوصل عمر معين بنشتغل مع الاطفال ذاته. نعم. على حسب بعد ذاك الحاله اللي هم وجود الطفل في اغلب الوقت في المدرسه انتم بتخلوا الام تواصل المدرسه بحكايه الهنا الاختصاص النفسي في المدرسه، هل في تواصل ولا عاملين حاجه محدده في المدرسه؟ هو بيكون في تواصل، لكن دائما بنوصي الام انها لازم تملك الطفل معلومه كامله عن الحاجه اللي عنده، لو حصل له انخفاض لو حصل له ارتفاع. نعم. هي لازم من هو صغير ما تقول انه هو ما بيفهم او ما حاجة.
عارف، بالعكس الاطفال بيحفظوا كويس بيكونوا عارفين. فانها تخليه هو ذاته توريه يعني توعيه بالحاجه اللي هي عنده والحاجه لو حصلت له هو يقدر كيف يتعامل معها. نعم. يعني حتى من هنا بنقول لها من هو صغنطوط يعني خليه من عمر 14 13 خليه ياخذ الحقنه برا على اساس انه اللي قدام يبدا يعتمد على نفسه. نعم. فبنقول لها انه دائما انت دائما تديه المعلومات كل مره تملى له راسه بالمعلومات على اساس انه يكون يتعايش مع الحاجه دي ويعرف هو ذاته يعمل لها كنترول. حتى لو حصل له مثلا تنمر في المدرسه او حاجه زي دي يعرف يدافع عن نفسه، السكري هو شنو جاولي شنو عشان شنو، فعشان ما يكون هو خجلان من الحاجه اللي هي عنده وحاسس انه الحاجه دي عنده هو براه وما عند الناس الثانيه، فيحس انه الحاجه انه هو مختلف عن الناس. فلا بنوريه انه الحاجه دي هي عاديه جدا، بس انت الحاجه الوحيده بتفرق عندك انك تاخذ انسولين، لكن الباقيين يعني هم ما بياخذوا. انا افتكر ده دور عظيم جدا منكم دكتورة رائعة عمر محمد الامين، احنا سعيدين بك جدا، والخدمات المجانية بتقدم لكل الامهات ولكل الاسر اللي عندهم اطفال مصابين بالسكري. نشكرك دكتورة رائعة، تعلمنا منك كثير، وكمان خليكم معنا بعد الفاصل نمشي لجسم مهم من اجسام مثل السوداني سكر الاصفر. مرحبا بكم مرة ثانية، ونحن ضيوف على مركز السودان لسكر الأطفال وفي أهم محطاتنا وهي الصيدلية والموجود فيها كل العلاجات اللي بيحتاجها مريض السكري سكر الأطفال. ونحن ضيوف على دكتورة ندى الفاتح اللي هتنورنا كثير وتدينا وصايا مهمة عن كيفية التعامل مع الأنسولين. مرحبا بك دكتورة ندى، ونحن ضيوف الليلة في صيدليتك الجميلة، ومعلومات مهمة يا ندى بتقدميها يوميا لكل أولياء الأمور أو لكل المرضى. اتفضلي يا دكتورة. أهلا وسهلا، السلام عليكم، وشرفتونا هنا في مركز السودان لسكر الأطفال وفي صيدليتنا. نحن هنا في مركز السودان لسكر الأطفال وفي الصيدلية خاصة نحن عندنا علاج بنقدمه مجاني للمريض، لمريض السكري. نحن عندنا جميع أنواع الأنسولين اللي هي بيحتاج الأنسولين اللي بيحتاجها مريض السكري، اللي هي كله مريض السكري من الأطفال، كل أنواع الأنسولين عندنا ثلاثة أنواع بتاعة أنسولين اللي هي المسجلة في السودان، عندنا المكسارت وعندنا الانسولتارت وعندنا الريجول الانسولين الاكتيرابيت اللي هو، وعندنا اللانتوس انسولين. هو عباره عن لونج اكتين انسولين وشورت اكتين انسولين وانترميديت. بنصرف الانسولين على حسب الدكتور كتب لنا شنو في الروشته حقته، بيجينا المريض بنصرف له الانسولين، بياخذ الانسولين كله مجاني فري من غير اي قروش بيدفعها ولا حاجه، وبندي معاها الحقن حقته. نحن زمان بنصرف للمريض العلاج حقه حق شهرين. نعم. مما جاحت كورونا بقينا نصرف له حق 3 شهور. ممتاز. فاول ما يجي بنصرف له على اساس نحن عايزين المريض يكون كنترول. الدكتور بيحدد لنا انه هو الطبيب المعالج انه المريض ده لو ما محتاج انه يراجعه، فخلاص 3 شهور يجي تاني بعد 3 شهور يعملوا لك تراكم وكده ونديه علاج تاني حق 3 شهور. نعم. اول ما يجينا نحن بنشوف المرض، طبعا احنا معظم المرضى اللي بيجونا بيكونوا جايين كم مره، يعني معظمهم بيكونوا نحن مفهمين انه الحاصل شنو. نعم. لكن المريض لما يجينا جديد اول حاجه بنوريه انواع الانسولين، بنفرق لبيناتها، بنوري الفرق في اللون وفي الشكل عشان يعرف. نعم. بعد كده بنبدا نوريه كيف يحفظ الانسولين وكيف ياخذ الجرعه. اول حاجه بنوريه انه الانسولين في فرق ده لونه كيف وده لونه كيف. بعدين بنوريه انه لازم لما نيجي يحفظه في الثلاجه يحفظه لنا في الدرج بتاع الثلاجه، ونهائي ما يوديه على الفريزر، يكون قاعد في الدرج، يكون محفوظ بالكرتونه حقته. أيوة. لازم الانسولين يتحفظ في الكرتونه حقته لانه الكرتونه بتحافظ عليه من الضوء من الشمس من اي لانه الضوء بيأثر على الانسولين. فلازم حتى في الثلاجه يكون قاعد في الكرتونه حقته. نعم. ويكون محفوظ بالطريقه السليمه حقته، يكون الليبل حق الانسولين كله ظاهر عشان حتى يتاكد من تاريخ صلاحيته. أيوة. تاريخ انتهائه، فلازم الكرتونه تكون في الانسولين. ايوه دي معلومه مهمه. ايوه ويحفظه. نعم. كيف ثاني بعد كده بنوريه انه لو حصل في تغيير في لون الانسولين، تغيير في شكله، فكده فلازم ما يستعمله. ايوه يجيبوا لنا راجع. وبعد كده برضو في ناس الجرعات الصغيره بيكونوا اطفال، بيكون الجرعات يونت 2 يونت في اليوم 3 يونت، يعني ده بيكونوا الاطفال، فبنوريهم انه الانسولين ده حقه بعد ما يتفتح انه لازم الانسولين يتحفظ 5 اسابيع بس، يقعد معاهم عندهم في البيت لمده 5 اسابيع وياخذوا منه. حتى لو هو بياخذ منه وتم ال5 اسابيع مثلا اخذ منه جرعه واحده، لازم بعد كده الفتيل ده ما يستعمله ثاني الانسولين، لانه بيتغير في الخصائص حقته وبيبقى يديه مفعول اقل او ما يديه المفعول اللي احنا عايزينه يستفيد منه الجسم. نعم. فنحن بنقول له بعد ما انت تتم ال5 اسابيع دي او 50 يوم انت لازم الفتيل ده خلاص تبدا تفتح فتيل جديد. ايوه يدينا نغيره لك، يعني احنا لو وديناه زي ما قلت لكم احنا بندون علاج 3 شهور. نعم. لو ودينا فتيلين او 3 انه بنوريه انه ده بعد
5 أسابيع أو بعد 50 يوم أنت تشيله تخده تحفظ تخده يعني تاني ما تستعمله وتفتح الفتيل الجديد. نعم ده كده الإجراءات اللي بنقول عليهم. وصاية مهمة جدا وإحنا أيوة. معلومات كمان إحنا أول مرة نعرفها. نعم أيوة صح في ناس نعم. أيوة. ما تكون لسه على طيب تمام. تاني نحن عندنا جزء تاني غير الأنسولين بنديهم زي ما قلت لك الحقن. أيوة. عندنا الحقن نوعين بتاع حقن 0.5 و 1 ميلي. نعم. 0.5 دي هي الحقنة الصغيرة بنحاول نديها للناس من سن يوم لحد سن 4 سنين 5 سنين. أيوة. لأنها هي شوية طعمتها صغيرة. أيوة. وهي زادت 50 يونت. أيوة. ودي نعم. وديك بتكون 100 يونت. 100 يونت. نعم. 100 يونت. فبنحاول ندي اللي هو من سن يوم لحد سن 5 سنين أو 4 سنين بنديهم الحقنة الصغيرة. نعم. لأن ما متوفرة لينا بالكمية الكافية زي الوميل. نعم. والناس الكبار شوية طبعا إحنا بندي الأطفال من سن يوم لحد سن 18 سنة. بنديهم الأنسولين في اللي هو الحاجات اللي قلتها لك دي كلها فيه. نعم. تاني عندنا جزء تابع مع البحث الاجتماعي اللي هو المكتب بتاع البحث الاجتماعي اللي هو بيكون فيه الستريبس والشرايط والاجهزه بتاعت السكري. ايوه ده نحن مع بتصرف عليه الجزء ده ناس الجمعيه. ايوه فده نحن بنديهم الانسولين تبع المكتب بتاع البحث مش الانسولين بنديهم الستريبس والشرايط والاجهزه تبع البحث الاجتماعيه. نعم بندي لهم فري اللي كلها خدمات مجانية. كلها نعم. خدمات مجانية وبكون نعم. صرف عليه وده الجزء ده مصروف عليه الجمعية. من الجمعية. لكن نعم. الأنسولين بيجينا من وزارة الصحة. ولاية الخرطوم. أيوة. كل الأنسولين بيجينا شهريا مجاني هو الحقن. جهود عظيمة جدا لكل. تاني برضو نعم. وزارة الصحة ولاية الخرطوم برضو بتدينا أدوية اللي هي المضادات الحيوية خافضة الحرارة. بتدينا التريبات. حاجات دي كلها بتدينا لها فري لسن اقل من 5 سنين. نعم. الاطفال اقل من 5 سنين. نعم. بتوفر لهم المضادات الحيويه. بتوفر لهم الخافضات الحراره. نعم. بتوفر لهم حتى المراهم حقت العيون. أيوة. دي كلها تبع وزاره الصحه ولايه الخرطوم. ده لما تكون الروشته فيها حاجات زي دي محتاجين لها برضو بتصرفها عليها. ايوه حتى دي برضه مجاني ما الانسولين دي برضه مجاني. دي برضه مجاني. دي برضه مجاني تبع ولايه الخرطوم. نعم. بيقولوا لها الادويه الاندر 5 اللي هي تحت 5 سنين. ايوه تحت 5 سنين موفره على الوزاره. يعني برضه الدريبات والكاميرات. نعم. والحاجات دي كلها برضه تبع ولايه الصحه ولايه الخرطوم وزاره. نعم. الصحه ولايه الخرطوم. دي في حاله عندنا انخفاض لا قدر الله عنده ارتفاع جانا بيشر ومحتاج لي حاجه زي دي تكون. نعم. اي حاجه يعني بنقدر نسيطر عليها تكون تحت السيطره موفرين لهم اي حاجه. نعم. في الحاجات دي طبعا زي ما شايفين هنا في انواع من المضادات الحيويه لانه بيكون عندهم التهابات معرضين للالتهابات وكده وفي فيتامينات كمان حتى عندكم فيتامينات صح دكتوره؟ ايوه عندنا فيتامين دي. نعم وعندهم حديد لو يحتاجوا او كده. حتى الفيتامينات بيتم صرفها مجانا تحت الدهن. ايوه في العجيل برضو. ودي في الميتفورمين. ميتفورمين ده في بعض الناس اللي بيكون. نعم. شويه اوبيسيتي. نعم. فبندي لهم. ايوه فبكونوا ده بيكونوا تايب 2. ده الجزء الثاني في بعض طبعا احنا كل الناس السكري تايب 1 احنا تايب 1 لانه سكري اطفال من النوع الاول لكن في بعض. نعم. منهم بيكونوا تايب 2. نعم. فموفرين لهم الميتفورمين. نعم. للبعض البسيط. نعم شكرا دكتورة ندى احنا كنا ضيوف عليك في صيدليتك صيدلية مركز السودان للسكري للأطفال السكري واحنا استفدنا كثير معلومات مهمة جدا عن الأنسولين وكيفية استخدامه والمدة المفروض يستخدم فيها الأنسولين من فتحه وان احنا ما نشيله من الكرتون دي كلها كانت يعني جرح تستفيد لنا حتى ان احنا استفدنا منك كثير دكتورة ندى وان شاء الله كل الناس تكون استفادت من دكتورة ندى ومن نصائحها المهمة لكل الأمهات نصائح لأبنائهم المصابين بالسكري خليكم معنا فقراتنا لسه مستمرة بعد انضموا لمتابعة برنامج العيادة ونحن جينا لفقرة مهمة جدا فقرة الخدمة الاجتماعية بمركز السودان لسكري الأطفال ونحن ضيوف على المركز وكمان ضيوف على أستاذة نوال أحمد السنوسي وهي المسؤول وهي رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بالمركز. مرحبا بك أستاذة نوال وإحنا سعيدين جدا إنه إحنا معاك الليلة ودارين نعرف الدور المهم بتقوموا به أنتوا وبتقوموا به أنت كمان كرئيسة لهذا القسم المهم في المركز. طيب بسم الله الرحمن الرحيم بنرحب بقناة الشروق دائما معنا في كل مواقفنا
فمركز المكتبة الخدمة الاجتماعية الطبية هو مكتب متخصص في تقديم الخدمات الاجتماعية الطبية الخاصة بمرضى السكري. نعم. مجرد ما جانا المريض محول من العيادة طوالي بنعمل له دراسة اجتماعية بواسطة الأخصائي الاجتماعي. الدراسة دي بتحدد لنا مدى احتياجات المريض، هل هو من الأسر المحتاجة، هل هو من الأسر العادية، هل هو من الأسر اللي فيها أكثر من مريض. بعدها بنقوم نحدد تقديم نوعية تقديم الخدمة. فالخدمة دي يعني ممكن تكون تقديم جهاز، دعم فحوصات، يعني دعم للأسرة، دعم للأسرة. أيوة ممكن نعم. تكون زيارة للأسرة مهمة في البيت عشان الناس تشوف الوضع يعني على حقيقته. بس هذا نوع ده لكل عيان بتتم الحكاية دي؟ لا ما كل حالات المعينة. حالات معينة تحتاج تعرفوها، الأخصائي الاجتماعي لازم يقوم بزيارة للمكتب. نعم. فالدعم المقدم لمكتب الخدمة الاجتماعية هو الجمعية السودانية للسكر الأطفال، هي الداعم الأساسي والرئيسي لكل أطفال السكري. فهي أهم برامجها وأهم أهدافها تقديم رعاية متكاملة للطفل السكري وأسرته. يعني ما للطفل فقط، يعني ما تقديم العلاج وما تقديم الأجهزة والأشرطة وغيره. نحن عندنا شغل مع الأسر، بنحاول نأهل الأمهات الأيتام، الأسر اللي فيها مشاكل اجتماعية، بنحاول ندرب الأمهات على مشاريع صغيرة عشان ما تساعدهم في الحياة. فالشغل هو متكامل. ده دور كبير جدا. يكون فيه يعني زيارة للمدارس. أيوة. ممكن يكون فيه زيارة في المراكز الاجتماعية في الأحياء عشان ما نشوف الأوضاع شنو. نعم. فهو شغل متكامل لطفل السكري. كأنكم أنتم بتعينوا الطفل بس مش يعني في حاجاته الأساسية اللي هو الأنسولين مثلا، أو يعني أنه يكون عنده الإبر وكده، أنتم بتمشوا الأبعد من كده، بتضمنوا وظيفة للأم، قد يكون وظيفة للأب ذات نفسه، صح؟ أكيد. نعم. أكيد. وبتكون في متابعة بعد ذاك منكم للأسر دي؟ متابعة دورية. نحن عندنا دراسات عاملينها وملفات خططناها للأطفال اللي بتكون فيها كل الحالة الاجتماعية الخاصة بالمريض، حتى لو حصل أي تطورات بالنسبة للأسرة هي بتكون عندنا، ونحن بعد ذاك بنتابعها. وبعد ذاك بنهتم بالجوانب الترفيهية للأسرة، يعني ما بنخلي الحكاية بس على الجانب الطبي. فمثلا في احتفالات باليوم العالمي بيشاركوا الأطفال، احتفال بعيد الأم بيشاركوا الأطفال، حتى احتفال بالطلبة المتفوقين في مدارس الأساس في ثانوي، حتى بنعمل برامج بتاعة مراجعة مدارسة للأطفال ما قادرين مثلا في المدارس يمشوا، عندنا مجموعة هنا ممكن يمشوا يعملوا لهم مراجعة. فالأمور كلها متكاملة. نعم. جوانب ترفيهية، عندنا فرحة العيد، عندنا كيس الصايم بنوفره للأسر، حتى عندنا مشاريع صغيرة بنملكها للأسر عن طريق خيرين أو طريق جمعيات، ممكن تكون الجمعية السودانية هي الراعي الأساسي. نعم. فهي مشاريع مختلفة على حسب وضع الأسرة أو على حسب إمكانية الأسرة هي حدير شنو. نعم. فمجرد نحن ما نحدد إنه في أسرة عايزة مساعدة بنمشي نعمل زيارة وبنعمل تقرير كامل نشوف الأسرة هي محتاجة شنو. نعم. هي هتقدر تعمل شنو. فهي مشاريع مختلفة، مثلا ملكنا ناس ماكينات خياطة، في ناس ملكناهم ثلاجات، في ناس ملكناهم شغل بتاع تصنيع مثلا عطور، تصنيع مخبوزات. نعم. وده تصنيع العطور والمخبوزات ده يعني سبقته دورات تدريبية للأمهات كانت داخل المركز. عملنا دورات، حددنا الأمهات منهم على حسب رغباته ومشنو عايزين شنو. عملنا 4 أو 5 دورات في 2019 في 2020، دورة بتاعت مخبوزات ودورة بتاعت تصنيع عطور، تصنيع صابون، تصنيع منتجات جلود. فهسه ما شاء الله الأسر كلها دخلت في الدورات دي، ملكناهم مشاريع ودعمناهم بمبالغ بسيطة والموضوع ماشي الحمد لله. أستاذة نوال، والله أنا حقيقة أول مرة أحس نفسي بعرفك في الحتة دي، لأنه أنت يعني إحساس جميل، إحساس جميل. أنا ما قادرة أنهي الحلقة إلا أقول لك يعني شكراً. الله يبارك فيك. لكل الناس اللي ساعدتهم، لكل الأمهات اللي ساعدتهم، وإن شاء الله يكون في دعم كمان من كل اللي بيسمعونا للجمعية عشان تمشوا أكثر وأكثر. ده ما دور بس في العلاج، يعني ده دور أسري متكامل. تستحق التحية الجمعية إن شاء الله. يعني الجمعية دائماً بتفتح يعني كل الأبواب. الناس كلها دايرة تقدم أي خدمات، أي دعم عن طريق الحساب الموجود في بنك السودان الفرنسي. نعم. رئاسة 25 ألف. أي زول عايز يقدم 25 ألف عايز يقدم دعم
تكون عبر جميع الأطفال السكري. شكرا لكم، شكرا للجميع، وشكرا لكل الناس اللي بيقدموا دعم إن شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا لكم وخليكم معنا، فقراتنا لسه مستمرة بعد الفاصل. مرحبا بكل اللي انضموا لمتابعة برنامج العيادة، ونحن في فقرة مهمة جدا، نحن ضيوف على مركز السودان لسكري الأطفال، ونحن ضيوف كمان على دكتور عمر عثمان بابكر استشاري السكري والغدد الصم للأطفال، وهو نائب مدير المركز اللي حدثنا إن شاء الله عن المركز وعن الخدمات اللي بتقدم في المركز، وهنتكلم باستفاضة إن شاء الله عن السكري الأطفال. دكتور عمر مرحبا بك، ونحن ضيوف الليل على مركزكم، مركز جميل وأقسامه كثيرة، ممكن تكلمنا عن المركز، الراعي للمركز والخدمات الموجودة في المركز؟ هو مركز في الخرطوم 2، تم افتتاحه تقريبا قبل أقل من سنة بعد تجهيز لسنوات كثيرة. المركز البناه الجمعية السودانية لسكر الأطفال، وفي أرض تابعة لوزارة الصحة ولاية الخرطوم، يعني هو شراكة بين الجمعية السودانية لسكر الأطفال ووزارة الصحة ولاية الخرطوم. نعم. المركز الشيء الأول بيشرف على عيادات في كل ولايات السودان، والعيادات دي بندرب فيها أخصائيين أطفال، وبندرب فيها كل الكوادر المساعدة لكي ترعى سكر الأطفال. المركز فيه زي ما شفنا قبل شوية أقسام مختلفة، فيه الإحصاء الطبي، فيه التسقيف الصحي، التغذية، الخدمات الاجتماعية، فيه قسم الصحة النفسية، فيه عيادات تخصصية، في عيادة السمنة وغرفة الرياضة اللي غرفة نحن موجودين فيها. نعم. غرفة جميلة، غرفة جميلة حقيقة. أيوة. نعم. وفيه عيادة تخصصية للكلى، ودي كلها عندها علاقة بسكر الأطفال، عيادة الأسنان، عيادة العيون، يعني أي شيء عنده علاقة بسكر الأطفال، يعني بنقدم للطفل لأسرته خدمات متكاملة. نعم. المركز تقريبا بيرعى قرابة 3000 مريض، معظمهم من ولاية الخرطوم، لكن بنستقبل تحويلات من عياداتنا في الأقاليم في كل الولايات، الأطفال عندهم مضاعفات. نعم. طيب دكتور، حكاية سكر الأطفال وانتشار مرض سكر الأطفال، احنا دايرين في الأول نعرف سكر الأطفال فرقه من السكر الكبار شنو، أنواع السكري والأعمار اللي بتظهر فيها. طيب أنا أول شيء بشكرك للسؤال ده، سؤال جميل جدا، لأنه يعني الفكرة السائدة في السودان وبرا السودان إنه السكري الناس كلها بتعرف سكر الكبار. نعم. اللي هو الناس عندهم زيادة في الوزن، في عمل وراثة عالية، بنعالجه بالحمية الغذائية. سكر الأطفال بيختلف خالص، سكر الأطفال عمل الوراثة فيه بعكس ما الناس بيفتكره، عمل الوراثة فيه بسيط. سكر الكبار ممكن 80-90% فيه عمل وراثة، سكر الأطفال لا. سكر الأطفال بينتج عن إنه جهاز المناعة للطفل حساس شوية، بيطلع مضادات لأسباب مختلفة، المضادات دي بتهاجم خلايا باء المنتجة للإنسولين في البنكرياس وبتعطلها، عشان كده علاجه فقط بالإنسولين، بعكس سكر الكبار اللي هو الطفل الشخص الكبير بيحتاج للحمية الغذائية لينزل وزنه، بياخد حبوب. لكن مؤخرا في السنوات الأخيرة سكر الكبار النوع الثاني بقينا نشوفه في الأطفال أيضا، لتغيير النمط الحياتي بيجيوا يشوفوا أطفال وزنهم زايد، وده غالباً بيكون يعني عندهم في الأسرة يعني أشخاص عندهم سكر النوع الثاني. نعم. وده العلاج مختلف خالص، لكن خلينا الآن نركز عن سكري الأطفال. سكر الأطفال زي ما قلت بنتج، لأنه جهاز المناعة بنتج مضادات بتحطم الخلايا باء المنتجة للإنسولين. بعد ذاك الطفل بيجي بأعراض، أنا دي يعني الأعراض دي مهمة جدا بالضبط، دي سانحة. نعم. كويسة جدا، لأنه أحيانا كثير جدا الأم أو الحبوبة بالضبط بشوف الطفل ليه كم أسبوع ولا كم شهر يعني بتبول كثير، أحيانا بتبول لا إراديا، بتجي في يعني في راسهم إنه ممكن يكون سكر الأطفال. نعم. لكن بيستبعدوا شديد، دي رسالة. أشي بقول لكم الأعراض، أعراض سكر الأطفال. حتى التبول دي دكتور، التبول دي يعني مثلا بتاني ندق نعوص الخطر، يعني مثلا كم مرة في اليوم بالليل أكثر من النهار. أيوة. أكثر حين ناس بتلاحظها إنه الطفل بيسحب الليل غير العادة، يتبول مرتين ثلاثة مرات، مثلا الطفل عادة ما بتبول بالليل أو بتبول مرة واحدة،
لما تبول مرتين ثلاثة مرات دي بتدق ناقص الخطر. أيوة. دي واحدة. الحاجة الثانية التبول اللا إرادي، تلقى ولد ولا بيت عمره 7-8-9-10-12 سنة لسه بتبول، يقوم لا من أول ما عنده أي حاجة فجأة يقوم يجيه تبول لا إرادي. دي واحدة من علامات السكر، يعني لو الأم لاحظت الطفل مرة مرتين في الأسبوع لقيت إنه في فراشه في تبول، شنو الأول ما يزعلوا منه؟ نعم. لكن يفكروا ده قد يكون واحد من أعراض سكر الأطفال. الشيء الثاني الشراب الكثير. التبول ايضا في المدرسه، الطفل المدرس بيلاحظ الطفل مره مرتين اثناء اليوم الدراسي يطلع ويستأذن. احيانا الاستاذ ما بيكون عارف انه ده، يقوم يفتكر الطفل بيلعب ويقوم يعاقبه اقعد في الفصل. صح. اذا الطفل طلع مره مرتين اثناء اليوم الدراسي بغير عادته انه يطلع يتبول، اذا تبول كثير بالليل، اذا صح مرات كثير بالليل، بالاضافه للشراب الكثير. الشراب الكثير احيانا حتى في الشتاء تلقى الطفل بيشرب كثير جدا، تلقى الاسره مسافره الطفل يقف مره مرتين في الطريق عايز يتبول عايز يشرب. العطش الكثير، التبول الكثير، الجوع الكثير، احيانا الطفل يبقى بياكل اكثر من اللازم وبالرغم من ده تلقى صحته نازله. لو ما لاحظنا الاسره ما لاحظت الاشياء دي خديجة بعدها فتور والتعب والاستفراغ وجع البطن ويشم فيه ريحه الاسيتون. نعم. دي مرحله متاخره جدا بيجينا في المرحله الطفل غادي يحتاج لعنايه مكثفه عشان يربط. عشان كده الاعراض القلناها دي مهمه جدا كل الاسر، وللاسف بيجوا متاخرين دائما يا دكتور، متاخرين ولما بيجوا متاخرين نضطر نفتش لهم عنايه مكثفه ما نلقاها. ولو عالجناهم في الامبر العادي دارين مراقبه دقيقه، يعني دي رساله لكل ام والاب، لو لا سمح الله ظهرت الاعراض دي تبول شراب كثير فتور تقيؤ طوال يجيوا ودوا لاقرب مركز صحي لكم عشان نتاكد بس منها لكم انتوا عشان ما نكون شاكين فيه ولا ما فيه. نعم. يتعمل له تحليل ان شاء الله. طيب اهم الفحوصات اللي انت بتوصي انه لو الزول حس انه في مشكله انه يمشي المركز الصحي الجنب والاقرب عياده جنبه عشان يفحص، ممكن يفحص شنو؟ لازم يقابل الاستشاره ولا ممكن يعمل فحوصات عامه؟ والله عامه احنا بنقول الطفل يمشي لمركز صحي جنبه او لو لاول مستشفى بيتعمل فحص السكر العادي اللي هو بيتعمل ب الجهاز المنزلي العادي ده. نعم. او في ناس بيمشوا للصيدليه جنبهم، او اذا في حد في الاسره يعني تعمل التحليل يا صايم الصباح قبل اي وجبه او عشوائي نص اليوم. اذا لقيناه صايم اكثر من 125 ده مع الاعراض ده واحده من الاشياء بيشخص بها، او نعم. عشوائي في اي وقت اكثر من 200 دي معناها مع الاعراض الطفل عنده سكر طوالي ما ينتظر حتى بكره، لازم في نفس الليله او في نفس اليوم لاقرب مستشفى او مركز صحي. نعم. بشوف الدكتور عادي بعد ذاك اخصائي اطفال بعد ذاك بيحول لنا في احد من عياداتنا او مراكزنا في دورات. نعم. يعني بصوره مستديمه بندرب فيها اخصائي الاطفال في كل ولايه السودان، الاطباء العموميين بنوريهم الحياه اللي عملوها عشان يتفادى ما نحوله من خرطوم، يعني نعم. قاعد في الولايات بيتعالج في الولايات. نعم. طيب يا دكتور من خلال دراساتكم انتم البحوث هنا برضه في المركز في ديسن للبحوث كده، لاحظوا عمر معين بتكون فيه البيك مثلا اكثر حاجه مثلا في العمر؟ سؤال كويس جدا. نعم. طيب البيك في السودان هي عملت دراسات وفي دراسات اتعملت خارج السودان، يعني النتائج اللي حصلت اللي وصلنا لها هي نفسها في العالم. في تو بيكس او في يعني في اعمار اعمار اي في اللي هو بسميه بريسكول ما قبل المدرسه. ايوه. يعني طفل يقول عمره 5 سنين او 6 سنين او 4 سنين. نعم. ده ممكن يكون يوم الاعراض. أيوة. والثاني ما قبل فتره البلوغ يعني عمره 11-12-13-14 ديل الفترتين اللي بنشوف فيهم السكر اكثر. وفي بالاضافه لذلك في اوقات معينه في السنه اللي هي غالبا مربوطه بالتهابات فيروسيه. أيوة. يعني بعد فتره الخريف وبعد فتره الشتاء تي الاثنين فترات بيكون فيها التهابات فيروسيه بتظهر بعديها بالضبط تظهر، يعني بيكون في الحالات الجديده بتشخص في الفترات دي اكثر. نعم. طيب يا دكتور زي ما احنا شفنا في الاقسام المختلفه عندكم هنا التثقيف الصحي كان مهم جدا، الانسولين وكيف نبعنه وكيف نحتفظ به، وصايا مهمه جدا للام والاطفال والصحه النفسيه برضو القسم اللي زرناه عندكم، والتغذيه، التغذيه بند اساسي في العلاج. بالنسبه للانسولين يعني بتنصح الامهات انه يعني الانسولين والجرعه حقته ويتعلموها وكده، وهل الانسولين برضو بيكون متوفر في كل حته ولا بتكون في مشاكل؟ الحمد لله الانسولين عندنا في ولايه الخرطوم هنا بتوفر ولايه وزاره الصحه ولايه الخرطوم لكل الاطفال الاقل من 18 سنه مجاني. نعم. والابر مجانيه حاجه مهمه في كل ولايه السودان، وبحمد الله عندنا جمعيات عالميه دعمانا بنوفر الانسولين لاي طفل في كل ربع السودان مجاني، والابر مجاني، والرعايه بتاعته كلها بتوفر مجانيه. بالاضافه الى ذلك عندنا تقريبا 14 عياده
في جمعيه عالميه دعماهم بنديهم اشرطه اجهزه مجانيه واشرطه مجانيه والفحوصات الدوريه مجانيه، يعني عندها 14 عياده في السودان في الاشياء دي مجانيه. لكن الانسولين، الانسولين فيه انواع كثيره، المخلوط اللي هم يستخدموا الصباح مع الفطور مع العشاء، وبينضيف لهم لقينا انه اضافه الانسولين الصافي مع الغداء مهمه جدا، بالذات زي ما قالوا ناس التغذيه قبل شويه، بنسمح لهم الاطفال ياكلوا عادي، يعني الطفل لو داري حلب قطعه مانجا وقطعه موز ما بنقول لا، لكن بندي له مع الغداء بنقوم نديه جرعه اضافيه من الانسولين الصافي مع الغداء. يعني انت لو ام طفلك بياخذ صباح ومساء وبيتغدى كويس، لابد مع الغداء نديه جرعه من الانسولين الصافي. مش كده وبس، بنديك انت يا الام في يدك، اذا الطفل مثلا بياخذ 5 وحدات انسولين صافي مع الغداء، عسى تديه تحليه ما في مشكله، اديه 6 أو 7 بنحسب لهم دامت وبنوريهم. ايوه نعم، ياكل تحليه مع الغداء ونغطي له التحليه دي بانسولين عادي. انسولين عادي. في نوع ثاني من الانسولين اللي هو بنسميها الجرعات المتعدده، بنديهم انسولين خلفيه زي انسولين لانتاس والليفيمير، كويس، في انواع جديده منه، ده بيشتغل 24 ساعه. أيوة. لكن في النوع ده مع كل وجبه مع الفطور ومع الغداء ومع العشاء بنديهم جرعه من انسولين سريع المفعول تغطي الوجبه دي. تغطي الوجبه دي فيها مرونه، ان الطفل مثلا لو داري الغداء متاخر شويه ما في مشكله، مع الغداء وقت الغداء اذا بغدا الساعه 3 ويوم الساعه 5 مع الغداء نديهم. أيوة. مش كده بس، لو عايزين نزل جرعه شويه، لو يوم في عزومه في البيت في عيد ميلاد في تحليه، نعم، إذا بياخذ 6 مع التحليه يمكن يديه 8 وياكل زيه زي غيره. دي وصايا مهمه جدا للامهات. طيب يا دكتور، احنا بنخاف جدا من المضاعفات اللي ممكن تحصل للاطفال. كلمنا عن المضاعفات وعن الاجسام اللي بتقدم خدمه للمضاعفات هنا الموجوده. ممتاز. طيب خلينا، المضاعفات احنا عامه بنقسمها لنوعين، مضاعفات انيه او حاده، مضاعفات مزمنه. المضاعفات الانيه او اللي بتحصل يعني في وقت سريع دي 2، انخفاض حاد جدا، يعني مثلا طفل بياخذ 10 وحدات بالغلط اخذ انسولين كثير، اخذ 15 20 وحده. انا اتصلت لي ام قبل كم يوم عندها طفلتها عندها سكري، بدل تاخذ 3 وحدات الطفل اللي عمره 7 سنين اللي زعل جل زعل شديد قام تاخذ 30 وحده. كثيره نعم. دقت لي قلت لها طوالي اقرب مستشفى لك، مشت المستشفى ودت التليفون للدكتوره، دكتوره ممتازه جدا، دكتوره من دكاترتنا الصغار دربناهم. نعم. قالت لي يا عم شنو، قلت لها خذ 3 دريب، الانسولين ده بيشتغل تقريبا 6 إلى 8 ساعات، يعني ده متوقع مضاعفات حاده. اخذت الدريب فعلا السكر بدا ينزل، من كان 180 نزل ل 60 ل 50 ل 40 مع جلوكوز، قدرت احافظ. قعدت 6 و8 ساعات في المستشفى ومشيت البيت، بعد ذاك البيت بدات تاكل. يعني واحده من المضاعفات انخفاض الحاد، اذا جرعه بالخطا او زي نتيجه الزعل دي، وقلنا تكلمنا مع البيت ما صح، لو زعلتي في كيف اي حاجه الا الانسولين. نعم. يعني مضاعفات الحاد، انخفاض الحاد ده بيعالج في البيت. الام بقول لها ادي الطفل ده عصير، عصير مازة، عصير عادي، او وجبه سكريه بترفع السكر. نعم. معظم في البيت بيكون انخفاضات خفيفه يعني. المضاعفات الثانيه اللي هي بتحصل لنا كثير، انه السكر يرتفع والطفل يمرض اللي يسمي الاسباب ملاريا او مثل التهاب فيروسي، ويبدا يرجع يفقد السوائل وسكر عالي، ممكن يخش عليه في حاجه اسمها الحموضه الكيتونيه. عشان كده في حاجه اسمها قواعد المرض. يا الام او يا الاب، انتوا طفلكم عنده سكر، لو مرض جاته ملاريا او اي واحد من الامراض، المرض بحد ذاته بيرفع السكر جدا من غير ما يكون ياكل كثير. نعم. يعني سكره عادي مثلا صباح 110 120، وهو مريض مكسر 200 300، عشان ما يجي يقول لك ما اكل حاجه والسكر ارتفع عليه وكذا. نعم. لو مريض نقوم يعني في ايام المرض لازم يشرب سوائل كثير، دي الحاجه الاولى. الشيء الثاني ابدا ما نوقف الانسولين، مش كده بس، ندي جرعات انسولين اضافيه. والشيء الثاني ايام المرض بنحلل اكثر من اللازم، نشوفه لو الامور كويسه تمام، لو مع المرض سكر زاد جدا عشان ما يخش علينا في غيبوبه وحموضه كيتونيه. نعم. ندي سوائل كثيره. نعم. نزيد الجرعات، نحلل زياده، لو ما الامور ماشيه كويس نمشي لاقرب مستشفى. نعم، ده كلام مهم جدا. دي المضاعفات الانيه اللي هي انخفاض شديد وارتفاع شديد مع الحموضه الكيتونيه. الحموضه الكيتونيه معظم المستشفيات في السودان وريناهم كيف يعالجوا، وخدت لهم بروتوكولات وبنغلفها لهم وخطه في الخطوات تتعلق. نعم. دي المضاعفات الآنية. في المضاعفات المزمنة واللي هي بسببها في المركز هنا، كنا عملنا عيادة كلى وعيادة عيون، ما عندنا عيادة أطراف، لأنه بحمد الله الأطفال لحد ما وصلوا 20 سنة نادر جدا تجيهم أي مشكلة في الأطراف، دي واحدة من مشاكل الكبار. نعم. المضاعفات
المزمنة اللي هي نحن بنحاول نتجنبها بتظبيط السكر الكلى والعيون. كويس. الكلى عندنا بروتوكول معين، الطفل لو تم مثلا 12 سنة أو فات 11 سنة وعند السكر له سنتين أو زيادة يقوم عملية تحليل البول يشوف زلال ولا ما في. يعني دائما بنوصي دكاترتنا الصغار وفي العيادات إنه الطفل لو فات 12 سنة وسكر أكثر من سنتين لابد نفحص البول الزلالي. نعم. ولازم نحولهم باسم العيون عشان نشوف الشبكية يتأكدوا. نعملها في العمر زي ده عشان نكون متأكدين ما في حاجة. بعد ده كل سنة بنشوف العيون والكلى. في أشياء تانية بنحب نسميها الأمراض المصاحبة، دي ما مضاعفات. مثلاً حساسية القمح زي ما نسى التغذية ورونا. نعم. واحدة من قلنا نحن السكر ده مرض مناعة. نعم. والطفل ده عنده قابلية جو أمراض مناعة تانية. أهمها إيش؟ اثنين، الغدة الدرقية أحيانا تحصل فيها مشاكل. أيوة. وحساسة القمح. عشان كده الأطفال عامة كل سنة سنتين بنكشف عليهم، ممكن نعمل لهم تحاليل دورية تأكد أن الغدة الدرقية ما فيها مشكلة. ما فيها مشكلة. لأنه نعم. عندهم شوية زي 10-15% أكثر من أطفال عاديين تجيهم أمراض غدة درقية أو حساسية القمح. وأقسام التغذية بيوروا الأمات وبعلموهم إنه لأنه لازم حساسية القمح أي شيء فيها قمح يبعد منها، لا رغيف لا بسكويت لا كيك. في بدائل ما شاء الله ناس التغذية بيوروهم من الدخون ومن الروز ومن الأشياء دي، يعملوا سندويتش ويعملوا كيك ويعملوا كل شيء. نعم. تمام. والغدة الدرقية لو لقيناها في الطفل لو ظهر عنده ورم في رقبته بنعمل له تحليل وعلاجه سهل جدا. يعني الأم لو طفلها عنده سكر وجاته غدة درقية أو يعني خمول في غدة درقية ما يفتكر نهاية الدنيا، أسهل غدة بتدعي غدة درقية. غدة درقية. نعم. انخفاض يعني. نعم. دي الأشياء اللي إحنا يعني في المركز هنا وفي عيادات بنتابعها بصورة منتظمة. طيب دكتور، برضو المدارس دي حاجة مهمة جدا. أنا في كل الأقسام سألت من هل في تعاون للمدارس للأطفال المصابين بالسكر، لأنه معظم اليوم بيكون في المدارس يعني. تمام. وإحنا داخلين على موسم المدارس كمان. أيوه. يعني نقول فعلا الطفل تلت اليوم بيقضيه في المدرسة. نعم. عشان كده المدرسة دي لازم يكون معانا زي ما نقول في نفس الصفحة. أيوة. الشيء الأول بنشتغل على اتجاهين. الاتجاه الأول بصور مصغرة الطفل اللي عنده سكر بنديه ملصقات وبنديه كتيبات. أيوة. يشاركها مع مدرسته ولا مدرسه في المدرسة. نعم. إنه السكر النوع الأول وبسببه كده وبنعالجه كده، معلومات بسيطة. أيوة. الشيء الثاني بنعمل دورات نحن من كل فترة والتانية بندعو فيها المعلمين والمعلمات وبنتثقيف وكيف يتعاملوا مع طفل السكر. الطفل اللي عنده سكر أحيانا بتبول كثير عشان ما يحرجوه، بنخليه يطلع من غير ما يستأذن كده. هذا كلام. الشيء الثاني الطفل لو جاء انخفاض ورجفة في السكر في هو في الفصل بنكلم الأستاذ، الطفل ده عنده عصير يطلعه يشرب من غير ما يعمل إزعاج. ما تحرجه. ما أيوة ده كلام يعني مهم جدا. أيوة. العامل النفسي مؤثر جدا على الأطفال. جدا عشان كده عندنا قسم الصحة النفسية. أيوة أكيد. يعني الأساتذة بنعلمهم وفي فرص زي دي بنوجه الرسالة للمعلمين والمعلمات، الطفل اللي عنده سكر في المدرسة طفل عادي أو شيء ما تحرمه من أي شيء يلعب وتريز زيه زي باقي الأطفال، وبنوريهم مثلا قبل الرياضة يأكل له سندويتش يشرب له عصير عشان ما يحصل له انخفاض ويتحرج يقع مثلا أثناء الرياضة. نعم. بناخذ معانا الأساتذة بنعلمهم والأطفال ذاته في المدرسة بنوريهم أخذت إنسولين الصباح أكلته في المدرسة لازم تأكل شيء خفيف من غير إنسولين. نعم. ده شيء. الشيء الثاني الرياضة إذا في المدرسة أو خارج المدرسة لازم نوري الأم الطفلة عنده كورة في العصر بنقول له يا أخي يوم الكورة ده إذا بياخذ مع الغداء 6 وحدات نقول نقص شيء وياخذ 4 وحدات أو وكل شيء إضافي قبل الكورة، لأن أحيانا الكورة واللعب ده بيعمل انخفاض إحنا بنسميه انخفاض متأخر ممكن يجيك بعد 24 ساعة سبب الكورة اللي لعبها أمس بالليل 2 صباحا يجوا انخفاض حاد لأنه الجسم يستنفذ كل السكر الموجود في مخازن الجسم في الكبد وفي العضلات ويجوا انخفاض متأخر. كده بنقول للأم أو للأب أو المدرس في المدرسة إذا طفلك بيلعب كورة أو أي نوع من نوع الرياضة ما تمنعه الشيء الأول عشان ما يشعر إنه محروم، لأنه فعلا ممكن يتريض عادي، لكن لابد ياخذ شيء إضافي ياكل شيء إضافي أساس إنه يعوض مخزون السكر الموجود في الجسم. نعم. يعني الرياضة مهمة شديدة. دكتور عمر، في كلمة زي متفقين عليها كلكم أنتم في كل معظم الأقسام إنه إدعام الطفل اللي عنده سكر كطفل عادي حتى في أكله لا للحرمان، وحتى في الصحة النفسية برضو دي حاجة مهمة إنه ما تميزوا من دون أخوانه. افتكر إنه دي من الوسائل اللي تعلمناها عندكم هنا. دي أعتقد رسالة مهمة جدا. أنتم قلتيها وقالوها زملائك قبل شوي وأنا بكرر تاني،
طفل السكر طفل عادي ما عنده أي حاجة، كل اللي عنده إنه البنكرياس في واحدة من المصايفة متعطلة، لكن أكله عادي جدا. يعني ما بنقول للأسرة تاكلي أنت زي ما تاكل تحلية وغيره والطفل لا يتفرج فيه نفسيا حيتأثر، نقول لهم يأكل ما بنمنعه لأنه الطفل ده في عمره نمو لابد يكبر وينما، لو قمنا حرمناه وقلنا له الكسرة والرغيف وما يأكل قراصة وما يحلي الشيء الأول نموه بيضعف، الشيء الثاني نفسيا بتأثر، عشان كده بنقول له أكل ما بنقول لهم أفرطه لكن ما نمنعه، وبننصح الأسرة كلها تأكل أكل صحي. يعني بدل نقول للطفل ده أنت أكل سلطة خضار وأخوان وبطاطس ما أعرف شنو شنو شنو، نقول لهم كلكم أكلوا كل أكل صحي، لكن أحيانا يكون في مناسبة يكون جايب لهم آيس كريم ولا شوكولاتة ولا موز ولا فواكه، ما شاء الله البلد في كل أربوعة كل نوع الفواكه موجودة في بر الخرطوم أكثر من الخرطوم، يأكلوا عادي موسم المانجا موسم الموز يأكلوا، وبنحاول نقوم نظبط الأمور نقول لهم بقدر الإمكان الأكل التحلية الزايدة دي لو في إمكانية تكون مع الغداء، لأنه غدا بغطيه بإنسولين صافي. نعم. وبعلم الأم والأبو الإنسولين صافي ده نزيد وحدة وحدتين عشان نغطي التحلية دي، منها الطفل أكل عادي نموه يكون كويس صحته النفسية تكون كويس ما يكون محروم. نعم. دي رسالة مهمة جدا. مهمة. نعم. فيها على كلامك. وفي ضمن الرسالة دي برضه دكتور كثير من الأولاد المصابين بالسكري ولعب الكورة مع أصحابهم في الإجازة، فما في مشكلة ما في. يلعبوا زي ما يلعبوا عادي وزيهم زي غيرهم، بس مكلم الطفل أو أمه وأبوه لو كان صغير قبل الرياضة يأخذ شيء إضافي على أساس ندوه كمية من الطاقة منها يتريد كويس ومنها ما يجي خفاض بعد الرياضة. نعم. دائما الأسر اللي بيكون عندها مريض مصاب بالسكري بيخافوا جدا انه يكون يعني اخوانه الجايين يكون عندهم اصابه، مدى تاثير العامل المناعي والوراثي في الحكايه. أنا اعتقد ايضا سؤال مهم جدا لانه ناس كثيرين وش بيكمن اول، لكن احنا ما عندنا اي زول في الاسره عنده سكري وسكر اطفال ده وراثي، جه من وين السكر ده؟ الشيء الاول بنقول سكر اولاد سكر الاطفال عامل وراثي في وضعي جدا. نعم. غالبا نشوف في كميه من الاسر طفل واحد بس مصاب، ولا في ام ولا اب ولا اخ ولا اخت ما عندهم. دي حاجه مهمه، دي حاجه مهمه لانهم بيستبعدوا خالص يقول لك ما عندنا وبينكروه. نعم كويس. لكن عامه نحن بنقول في ميول اسري، اذا في طفل في الاسره عنده سكر معناها يعني خلاياه ممكن يكون عندها قابليه اذا جاء مثل التهاب فيروسي او اشياء معينه، عشان كده ممكن تلقى احيانا في الاسره في اثنين عندهم اثنين. ما وراثه، ما انه الام والاب عندهم الطفل جاي عنده سكر. لكن في ميول اسري، يعني في دراسات بتقول انه الطفل اذا عنده سكر 4-5% من اخوانه ممكن يجيهم سكر. نسبه بسيطه. عكس اذا الام والاب عندهم سكر النوع الثاني 80-90% من اولاد لما يكبروا ممكن يجيهم سكر. عامل الوراثه فيه كثير كبير جدا. لكن عامل الاطفال السكر بسيط و 3-4% ممكن يجي، وممكن تجيهم برضو بنسبة بسيطة أمراض الغدة الدرقية أو حساسية الدم أو أمراض المناعة الثانية. نعم. يعني نسبة بسيطة، عشان كده نحن بنسقف الأسرة ونعلمها نقول لها لو شعرت الطفل ده رقبته شوية كبرت يعني تمشي به الدكتور يشوفه لأنه عنده قابلية شوية أكثر من باقي الأطفال ممكن تجيه بعض أمراض المناعة الثانية. نعم. طيب يا دكتور، مع الجائحة دي كثير من الأمهات بطلوا يجوا حتى للمتابعة. أيوة. رأيك شنو في الحكاية دي وهل قل التردد اللي عندكم هنا؟ والله شيء كويس الحمد لله، يعني إنه نحن في الجمعية السودانية سكر الأطفال في المركز هنا من ما بدأت الجائحة دي قمنا رسلنا لكل عياداتنا في السودان إنسولين وإبر وشرايط تكفيهم 4 شهور، لأنه عرفنا إنه أحيانا ممكن تكون في مشكلة. فعلا دي ساعدتهم جدا، يعني مع الجائحة معظم المستشفيات كانت قافلة. نعم. عياداتنا في السودان خالص ما قفلت، إنسوليننا ما وقف، يعني إنسولين كان كله الجائحة بحد ذاتها. نعم. يعني أمراض السكر الأطفال ما عندهم مشكلة في المناعة زي غيره، لكن نعم. حنقول الناس كلها تعمل حسابها تتجنب من التجمعات، يلبسوا كمامات لو أمكن. نعم. ذلك. نعم. دكتور عمر عثمان بابكر استشاري سكري وغدد الأطفال ونائب مدير المركز السوداني لسكر الأطفال، حقيقة احنا سعيدنا بكم جدا، وانا سعيدة جدا احنا والطاقم بتاع العيادة انه احنا كنا ضيوف لكم الليلة، اتعلمنا منكم كثير من كل الأقسام، وان شاء الله كل المشاهدين كمان يكونوا يتعلموا معنا. المستشفى انا حقيقة يعني سعدت بها كثير، وانتوا أسرة واحدة وبتعملوا بجهد وتفاني، يعني مستشفى جميلة جدا وانتم
محافظين عليها وجهودكم اكيد في مدار حسناتكم دكتور عمر. انا شاكره لك جدا باسم كل الامهات الاطفال المصابين، يعني بنشكركم جدا. انا بشكركم، بشكر اسره العياده، ولا يفوتني اولا يعني المركز ده كله من يعني بيقول له قائدنا نعم البروفيسور محمد احمد عبد الله، له كل التحيه والعافيه، له كل التحيه وله كل الصحه والعافيه بالضبط للمركز ورئيس الجمعيه السياسيه لسكر الاطفال اللي هو بنى المركز ده من الاساس، وكل العاملين من النظام العام للنظافة بمرور بكلهم لحد زملائنا الاستشاريين والاستشاريات، يعني كلهم ده مجهودهم كلهم لهم التحيه بحيين وبشكرهم. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم. احنا كنا ضيوف على مركز السودان لسكري الاطفال، وان شاء الله تكونوا استفدتوا مننا ومن فقراتنا المتعدده، ونحن ضيوف لكم. شكرا دكتور عمر، وان شاء الله نتلاقى الاسبوع الجاي في امان الله.